طبيعي لما لاقيكي واتعلق كده بعنيكي ويصمم قلبي عليكي. انا ممكن اعمل ايه؟ ادخل من الباب. قالوا لنا اكتر من مرة انتوا التلاتة كسبتوا رزان، قدمتنا نجم صوت الحياة مركز تالت، نجم صوت الحياة مركز تاني، نجم صوت الحياة اللي كسب. فالتلاتة نجوم صوت الحياة، الاول بس بياخد مبلغ مالي، والتاني والتالت هما برضو وصلوا الفاينل وهما نجوم. فطبعا اللجنة بالنسبة لي انا شخصيا كانت منصفة جدا، ارائهم كانت حلوة وقالوا لي كلام ما احلمش ان الاسامي التلاتة دول يقولوه لي، زودوا ثقتي بنفسي وشجعوني ان شاء الله ان انا في المستقبل اكمل وادخل حياة الفن صح يعني ان شاء الله. هي مش مخاطرة، بس انا بحب الاكتشاف، بيديني متعة اكتر، لان النجم هو نجم. واكيد انا ابتديت برضو صغير، وابتديت مع نجوم، يعني كانت بدايتي مع محمد منير اول حاجه وسميره سعيد. عندي الـ 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 الموهبه دي الحمد لله ربنا مديهاني، بحب اختار الاصوات اللي ليهم بحه معينه او ليهم حس معين، وبحب اعمل شكل ليه وبعد كده بسيبه يختاره هو براحته. رامي مجتهد جدا وموهوب، اللي بيتوقف بس عليه نجاح المطرب الدماغ، يعني ممكن ينجح جدا بس بعد كده ما يعرفش يكمل. بيبقى صوت موهوب جدا وشكلا مقبول والناس حباه، ما بيعرفش يكمل عشان دماغه. رامي انا شايفه اكتف وبيحب الغنى والمزيكا، وان شاء الله احنا عاملين ورشه مع بعض انا وهو رمضان واصدقاء تانيين وملحنين تانيين ومشاعرة، وان شاء الله نطلع حاجه، لان احنا عايزين المصريين بجد نرجع زي الاول، لان انا شايف ان الخليج ولبنان بقوا اكتر. لما بتيجي تعرض افكارك على سوبر ستار مطرب ولا مطرب شاب، ده بيبقى له افكار مختلفه عن ده، ولا الافكار بتبقى للاتنين زي بعض؟ لا بتختلف طبعا. مثلا اغنيه زي بتاعه رامي رفعت، اول اغنيه اول سنجليه لي، لازم نكون مركزين جدا ان الغنوه دي تبقى ايه، غنوه خلاص هي هتنزل هتبقى ضن مع الناس هتكسر الدنيا. انما لما رامي يبدا يعمل البوم بتاعه فاكيد برضه هو هينقي بقى حالات جديده، هينقي بقى دراما، هينقي الستايل، وهينقي المقسوم، فهنبدا نتعامل معاه خلاص كانه اي نجم، زي اي نجم احنا بنتعامل معاه خلاص. خلاص انا استكفيت بيكي انتي، نويت اعمل عيله وعيش مع اجمل ست بيت. خلاص استكفيت حبيبي بيكي انتي، نويت اعمل عيلة وعيش مع اجمل ست بيت. وطبيعي لما لاقيكي واتعلق كده بعنيكي ويصمم قلبي عليكي. انا ممكن اعمل ايه؟ ادخل من الباب واتقدم وبقلب جريء اتكلم، واديلك روحي واسلم واقول هي دي.